وللحديث عن استيلاء العتبة العسكرية على أوقاف وعقارات أهلية دون مبرر قانوني والرفض الشعبي والعشائري لها، معنا من إسطنبول عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد أحمد الغانم. سيد أحمد، بداية مرحبا بك. على ماذا اعتمدت العتبة العسكرية بعمليات استيلائها على الأوقاف والعقارات الخاصة في سمراء؟ حياك الله أخي دكتور سمير، وحيا الله المشاهدين الكرام. حياكم الله. بالتأكيد تعتمد العتبة العسكرية الحقيقة بعمليات الاستيلاء على الأوقاف والعقارات الخاصة في سامراء، حتما تعتمد على قوة سلاح الميليشيات الطائفية وتواطؤ السلطات الحكومية المتعاقية من 2003 لحد الآن. جميع الحكومات المتعاقية كانت تساعد وتدعم على استيلاء العتبة المقدسة على الأوقاف والعقارات الخاصة للمواطنين في سامراء. هذه نقطة الحقيقة. والوقف الشيعي الذي يستقوي دائما بالميليشيات الطائفية المدعومة من إيران، يعني إيران لها مشروعها الخاص في هذه المناطق اللي موجودة ضمن المحافظات السنية في العراق، ولها مشروع الاستيلاء الممنهج على الأوقاف الإسلامية، وأن هذا السطو هو مشروع إيراني ليس بجديد على المنطقة، وإنما يجري على أهم مدن العراق وخاصة الآن مدينة سامراء من أجل تغيير هويتها الدينية والثقافية. هذه نقطة كذلك. وما يجري اليوم في مدينة سامراء هو ممارسة للتغيير الديمغرافي في المنطقة، وهذا طبعا مخالف للأعراف والقوانين الدولية، وينفذ دون رقيب أو سند قانوني، علما أن هذه الأوقاف هي موقوفة للوقف السني، وكذلك العقارات هي عقارات خاصة بأسماء مواطنين عراقيين. فالعملية هي عملية سطو وسرقة بقوة السلاح وبالتهديد والترهيب. طيب، هذا ما يجري حاليا في مدينة سامراء. سيد أحمد، يعني ذكرت أن لإيران مشروعها الخاص، هذه نقطة مهمة. والنقطة الأخرى التي ذكرتها أيضا أن ما يجري في سامراء من استيلاء كله يعني ضد الأعراف والقوانين الدولية، ولكن المجلس البلدي ما هو محله من الإعراب؟ محافظة صلاح الدين ما محلها من الإعراب؟ لماذا لم تتدخل؟ ما هو وظيفتها؟ ما هي وظيفتها الحقيقية؟ أليست من ضمن وظائفها أن تتدخل لمنع عمليات الاستيلاء، أم أن هذا الأمر يعني تعجز عن فعله؟ خلينا نكون واقعيين، الكل يعلم أن المجلس البلدي أو محافظة صلاح الدين لا تستطيع أن تقف أمام الحكومات المتعاقبة وأمام الحقيقة الآن ما يجري في سامراء، لأن السوداني الآن هو رئيس الحكومة، وكذلك وزير الإعمار والبلديات هم من يمنح أراضي داخل مدينة سامراء للعتبة العسكرية، وبمعزل من أهل المدينة. وهذا الحقيقة ما يقوم به السوداني ووزير الإعمار والبلديات، لا تستطيع لا المجلس البلدي ومحافظ صلاح أن تقف بوجه هؤلاء، وهذا نهج طائفي تعكف عليه حكومة السوداني والحكومات المتعاقبة قبل هذه الحكومة. يعني بناء على هذا النهج الطائفي، يعني ما مدى تأثير هذا النهج، أو كيف سيؤثر بالفعل يعني تدخل النظام الإيراني في سامراء من جهة، وكذلك هذا النهج سواء بالميليشيات أو بالحكومات المتعاقبة، كيف سيؤثر على الاستقرار والسلم الأهلي في العراق ككل؟ احنا نعلم جميعا أن لا يوجد هناك استقرار ولا سلم أهلي في العراق بصورة عامة، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. من يحكم العراق اليوم هي إيران، ومن ينفذ مشروع إيران هي الميليشيات الطائفية، وحكومة الإطار التنسيقي حاليا هي من تنفذ مشروع إيران داخل العراق. ونعلم جميعا أن اليوم تتعرض مدينة سامراء لمخططات إيرانية واضحة تنفذ بأيدي هذه الميليشيات الإرهابية والسلطة في الإطار التنسيقي، وهناك محاولات حقيقة استيطانية واسعة، حيث تقوم هذه الميليشيات بنقل المئات من أهالي المدن الجنوبية في العراق وإسكانهم محل المهجرين في مدينة سامراء. وهذه مو من الآن، وهذه من 2003 لحد الآن مستمرة. طيب، من 2003 وإلى الآن عمليات الاستيلاء مستمرة، أين القضاء؟ لا يوجد قضاء في العراق. القضاء
لا إرادة له. الكل يعلم أن القضاء من 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 يدير أمور القضاء هم الإطار حاليا هو الإطار التنسيقي الذي يقود هذه السلطة الحقيقة في العراق حاليا. ونحن نعلم جيدا حقيقة من يقف في وجه هذا القضاء هم الميليشيات التي ترتكب بحق العراقيين جرائم كثيرة. والقضاء ولكنه لم يوجد ولم يحاسب أي أحد، والإفلات طيب العقاب هذا منهج الآن الحقيقة في عند القضاء العراقي، لا عقاب لمن يقوم بجريمة. كثير من العراقيين والأحزاب العامة موجودة، غالبية العراقيين يصفون حكومات العراق المتعاقبة من بعد 2003 حكومات متناقضة. على سبيل المثال وفي هذه الحالة يعني حكومة السوداني ترى بأم عيونها هذه التجاوزات رغم إعلان السوداني أمام الأمم المتحدة حفاظه على الاستقرار والسلم في العراق. هذا التناقض كيف تفسره؟ السوداني لا يختلف عن 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 الحكومات المتعاقبة اللي قبل رؤساء الوزراء اللي جو اللي تعينهم إيران حقيقة في إدارة السلطة في العراق. هذه حكومة السوداني هي جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية التي تمتلك الميليشيات والأحزاب العميلة إلى إيران وتمتلك السلاح والقرار. ونحن نعلم أن الإطار التنسيقي الذي تكون من الأحزاب والميليشيات، والسوداني ينتمي لهذه الأحزاب، وهذه الأحزاب لها الفضل الكبير في تصعيد السوداني لكي يترأس هذه الحكومة. فمن التناقض أن يصعد السوداني عداءه لهذه الأحزاب الميليشاوية، إذن ما يدعي به السوداني ليس له صحة، وإنما هو استهلاك إعلامي ويحاول من خلاله تلميع نفسه أمام الناس البسطاء. وهذه كذبة حقيقة كبيرة أنه السوداني يستطيع أن يقف بوجه هذه الميليشيات وأن يغير أو يقوم بمحاسبة المنظومة السياسية الفاسدة في الإطار التنسيقي. نعم، من اسطنبول عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي سيد أحمد الغانم، شكرا جزيلا لكم.